السلام عليكم، أهلا فيكم أعزائي طلبة التوجيهي في الجزء الرابع والأخير من درس الأول المركبات العضوية الحيوية. في درس اليوم رح نتحدث عن الحموض النووية وهو الجزء الأخير من المركبات العضوية الحيوية، وفي آخر الفيديو رح يكون في عنا حل أسئلة كتاب الطالب، فتابعوا الفيديو للأخير لحتى تشوفوا حل هاي الأسئلة عن الدرس كامل. إذا أنتم متابعين جداد أهلا فيكم بقناتي، اسمي أفنان حمادة معلمة أحياء للمرحلة الثانوية أول ثانوي توجيهي، بنزل فيديوهات خاصة في مادة الأحياء وبنزل فيديوهات عن طرق الدراسة عن تنمية الذات، فإذا بتحبوا هاي المواضيع ومهتمين فيها اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد. وهلأ خلينا نبدأ بالفيديو. تحدثنا في الأجزاء السابقة عن الكربوهيدرات البروتينات والليبيدات، وشفنا كل واحد من هاي المركبات العضوية الحيوية وين موجود في الجسم، شو خصائصه ووظائفه وكيف بتكون. هلأ بدنا نتحدث عن الجزء الرابع والأخير واللي هي الحموض النووية. الحموض النووية سبق وأخذناها بالأول ثانوي، ورح أترك لكم رابط الفيديو تحت في أسفل الفيديو وفي الكارد فوق لحتى تشوفوا تتذكروا المعلومات اللي أخذناها عن الحموض النووية. لكن في درسنا لليوم رح نتحدث عن خصائص الحموض النووية بشكل عام، رح نشوف الروابط اللي بتتكون كيف بتتكون في سلسلة الدي ان اي الوحدة وفي سلسلتين الدي ان اي مع بعض، ونقارن بين الدي ان اي والار ان اي، وراح نحل مجموعة أسئلة على القواعد النيتروجينية الأربعة. وهلأ خلينا نبدأ أول شي بخصائص الحموض النووية. أول إشي أنواعها هم الـ RNA والـ DNA. الـ RNA هو ribonucleic acid، حمض نووي رايبوزي يحتوي على الأكسجين. الـ DNA هو deoxyribonucleic acid، حمض نووي رايبوزي منقوص الأكسجين، وهدول من نكون متفقين عليهم. الوحدة البنائية للحموض النووية بشكل عام هو النيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتكون من ثلاث مكونات أساسية: السكر الخماسي الريبوزي واللي سبق وأخذناه في الكربوهيدرات، مجموعة الفوسفات، والقواعد النيتروجينية. القواعد النيتروجينية هم أربع قواعد نيتروجينية: أدينين، ثايمين، سيتوسين وجوانين. هدول الأربعة موجودين في الدي ان اي. أما في الار ان اي فبكونوا أدينين، يوراسيل بدل الثايمين، سيتوسين وجوانين. عنا هذا شكل النيوكليوتايد. بدنا نعرف بالنيوكليوتايد إنه مجموعة الفوسفات بترتبط في الكربون رقم 5 من السكر، والقاعدة النيتروجينية بترتبط في الكربون رقم 1 من السكر. فهاي الأشياء بدنا نكون متفقين عليها وبدنا نحفظها: قاعدة نيتروجينية في الكربون رقم 1، مجموعة الفوسفات في الكربون رقم 5. طبعا القواعد النيتروجينية هي اللي بتميز لي نيوكليوتايد عن التاني. تسلسل النيوكليوتايد في الدي ان اي او في الار ان اي بشكل مختلف، هذا اللي بيعطيني التميز والاختلاف فيه، واللي بيعطينا الجينات اللي رح نتحدث عنها بالفصل الدراسي الثاني لما نحكي عن الوراثة. طبعا احنا سبق اخذناها بالاول ثانوي. القواعد النيتروجينية تتصنف لنوعين: بيورينات وبيراميدينات. البيورينات بتتكون من حلقتين، البيراميدينات بتتكون من حلقة واحدة، وهذا الفرق بيناتهم. في طريقة ممكن تخلينا نحفظهم شوي. البيورين هي كلمة قصيرة لكن تتكون من حلقتين، البيراميدين كلمة أطول تتكون من حلقة، يعني عكس المسمى. تمام. هلأ البيورينات المثال عليها اللي هم الجوانين والأدينين، البيراميدينات مثال عليهم اليوراسيل الموجود في الار ان اي، الثايمين والسيتوسين. تمام. مطلوب منا نكون عارفين القاعدة النيتروجينية شو هي، هل هي بيورين ولا بيراميدين، ومطلوب منا نكون عارفين شكل المركب وشكل الحلقات كيف. تمام. فهنا بدكم تميزوا انه الجوانين فياته اكسجين، اما الادينين ففياته NH2. بالبيراميدينات الفرق بين اليوراسيل والثايمين، في الثايمين في عنا CH3
أما في اليوراسيل فهي غير موجودة، لكن التنين نفس التركيب. في السيتوسين لا، في عنا اختلاف. هلأ هون مثل ما بتلاحظوا في عنا أكسجينات في اليوراسيل والثايمين، أما في السيتوسين فبحل محلها الـ NH2. فهون بدنا نكون عارفين الاختلافات بيناتهم، لأنه ممكن يجي لي شكل منهم ويسألني شو هو، مثل ما معطينا في أسئلة الدرس. هاي بالنسبة للقواعد النيتروجينية اللي بتكون منها الـ DNA أو الـ RNA. هلأ خلينا ناخد شوية تفاصيل عن الـ DNA اللي هو ديوكسي رايبو نيوكليك أسد حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين. هلأ عشان نتذكر، طبعا هاي المعلومات احنا أخذناها سابقا، وظيفة الـ DNA بينقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء، ورح نتطرق له بشكل موسع لما نحكي عن الوراثة بالفصل الدراسي الثاني. والدي ان اي مثل ما شايفين بالشكل بتكون من سلسلتين من النيوكليوتيدات، وبكون شكله سلم حلزوني. واذا بتتذكروا اخذنا بالاول ثانوي انه في عنا النهايه 5 برايم و 3 برايم مقابل ال 3 برايم، في عنا 5 برايم مقابل ال 5 برايم، هون في عنا 3 برايم، فهاي بداية ونهاية السلسلة. ورح نحكي كمان شوي عن الفرق بين الـ DNA والـ RNA، فخليكم معنا. هلأ خلينا شوي نركز على الـ DNA. هلأ الـ DNA مثل ما شايفين هو عبارة عن سلسلتين. طيب السلسلة الواحدة كيف بترتبط مع بعض، والسلسلتين كيف بيرتبطوا مع بعض؟ طبعا في عنا هذا الشكل اللي في الكتاب ببين لنا، تعالوا نشوف كيف. هلأ أول إشي بالشكل ألف ببين لنا كيف السلسلة الواحدة بترتبط مع بعض، كيف النيوكليوتايد بيرتبط مع الثاني. هلأ في عنا روابط إسترية، هاي الروابط الإسترية بتكون موجودة بين الفوسفات، بين مجموعة الفوسفات والسكر. مثل ما شايفين عنا رابطة إسترية بتكون بين مجموعة الفوسفات والكربون رقم 3، ورابطة إسترية تانية بتكون بين مجموعة الفوسفات والكربون رقم 5. فإذا الفوسفات بيرتبط مع اللي فوقه بكربون رقم 3 اللي هو الرقم الصغير، وبالكربون رقم 5 بالسكر اللي بعده أو اللي تحته. تمام، فإحنا 3 فوسفات 5، يعني نعتبر أن الفوسفات رقم 4، 3 4 5 عشان نحفظهم. تمام، فهون هاي كيف بترتبط سلسلة DNA الوحدة مع بعض، كيف؟ عن طريق الفوسفات اللي بتربط بين سكر والتاني، وهذا الجزء أخذناه في الأول ثانوي. المسمى لإله اللي هي روابط إسترية، لما يكون في عندي رابطتين إستريات بسمي الرابطة كلها رابطة فوسفاتية ثنائية الإيستر. ليش ثنائية الإيستر؟ لأنه عندي رابطة إسترية واحد رابطة إسترية اثنين. وليش فوسفاتية؟ لأنه الفوسفات هو اللي بيربط بين النيوكليوتايد والتاني. تمام؟ طيب هلأ كيف ترتبط سلسلتي الـ DNA معا؟ مثل ما شايفين هون عنا قواعد نيتروجينية من هذه الجهة وقواعد نيتروجينية من هذه الجهة. هلأ القواعد النيتروجينية هاي البيراميدين بيرتبط مع البيورين المكمل إله في السلسلة المقابلة بروابط هيدروجينية. تمام، احنا اخذناهم سابقا انه بين الادينين والثايمين في عندي رابطتين هيدروجينيات، بين السيتوسين والجوانين في عندي ثلاث روابط هيدروجينية، أدينين وثايمين apple on the tree، سيتوسين وجوانين a car in the garage، إذا بتتذكروها وإذا حضرتوا الدرس. فإذا عشان تشوفوا الإجابة مكتوبة، ترتبط سلسلة DNA الوحدة بروابط فوسفاتية ثنائية الإيستر بين النيوكليوتايد والتاني، كيف إنه الفوسفات بتربط الكربون رقم 3 والكربون رقم 5 من النيوكليوتيد الأبل واللي بعد. أما كيف بترتبط سلسلتي DNA معا بروابط هيدروجينية بين القواعد النيتروجينية، يعني بين البيورين من سلسلة مع بيراميدين من السلسلة المقابلة، وبكون البيورين مكمل للبيراميدين. طيب هلأ في عنا قاعدة اسمها قاعدة تشارغوف. هاي القاعدة بتحكي إنه نسبة البيورينات لنسبة البيراميدينات ثابتة في DNA، يعني مقابل كل بيورين في عندي بيراميدين
تمام. فلما يكون في عندي سايتوسين رح يكون في مقابله أكيد إجوانين، والعكس صحيح. لما يكون في عندي أدينين أكيد رح يكون في مقابله تايمين. فإذا كان في عندي 20 أدينين معناته في عندي 20 تايمين، إذا كان في عندي 30 سايتوسين معناته في عندي 30 إجوانين، هذا كعدد. ولو كان عندي نسبة مئوية عندي 20% أدينين رح يكون في عندي 20% ثايمين، ونفس الشيء بالنسبة للسايتوسين والإجوانين. وهلأ رح نيجي لأسئلة توضح هذا الكلام، لكن قبل ما نيجي للأسئلة بدنا نشوف دور العالمين واتسون وكريك اللي هم عملوا نموذج لجزيء الدي ان ايه. طبعا هذا الحكي في سنة 1953، وأخذوا جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب على هذا الإنجاز. وهنا منشوف صورة لإلهم مع نموذج الدي ان اي اللي توصلوا لإله وبنوا. طيب خلينا نقارن بين الدي ان اي والار ان اي. طبعا في عنا عدة أوجه للمقارنة. أول إشي نوع السكر في الدي ان اي، سكر خماسي ريبوزي منقوص الأكسجين. أما في الـ RNA فهو يحتوي على الأكسجين. عدد السلاسل المكونة له الـ DNA فياته سلسلتين، أما الـ RNA فهو سلسلة واحدة. لكن في بعض الفيروسات بيكون الـ RNA بيحتوي على سلسلتين. القواعد النيتروجينية في الـ DNA أدينين ثايمين سيتوسين وجوانين. في الـ RNA في عنا يوراسيل بدل الثايمين. طبعا احنا عم نمشي بشكل سريع على هاي المعلومات لانه احنا اوريدي اخذناها بالاول ثانوي، واوريدي موجودة بفيديو مفصل اللي هو فيديو الجينوم البشري، فمفصل فياته كل اشي عن الـ DNA والـ RNA، والمفروض انكم انتوا اوريدي ماخدينها، لكن هذا كنوع من التذكير وهو موجود في الكتاب. ورجاء نلتزم في الكتاب، اي سؤال بيجي بالوزارة بيجي من الكتاب، فمرجعنا الاساسي هو كتابنا. مكان تواجد الدي ان اي، الدي ان اي بيكون موجود في النواة فقط، اما الار ان اي فبتكون في النواة وبينتقل الى السيتوبلازم مثل ما شفنا في عملية تصنيع البروتين. ونيجي لوظيفة الـ RNA اللي هي تصنيع البروتين، أما الـ DNA فهو بيحمل أو بينقل المعلومات الوراثية من الآباء للأبناء، ووظيفته الثانية السيطرة على الأنشطة الحيوية. وأنواع الـ DNA هو بتكون من نوع واحد، أما الـ RNA فبتكون من ثلاث أنواع: mRNA، tRNA، وRRNA. طبعا هدول يعني هاي الفقرة وهاي الفقرة هم من الأول ثانوي، مش مطلوب منا نحفظهم، لكن حلو نضلنا متذكرينهم لحتى نربط المعلومات مع بعض. وهلأ نيجي لأسئلة على قاعدة تشارغوف. طبعا هنا عنا مثال الكتاب، حلل باحث قطعتي دي ان اي فوجد أن نسبة الأدينين في القطعة الأولى 31%. فإذا الأدينين هاي قطعة واحد، الأدينين نسبته 31%، وأن نسبة السيتوسين في القطعة الثانية، فهون قطعة 2، نسبة السيتوسين هي 27%. مين بيحتوي على نسبة أعلى من الثايمين؟ تمام. فإذا إحنا بدنا قديش نسبة الثايمين في العينتين. هلأ في القطعة الأولى نسبة الثايمين تساوي نسبة الأدينين وهي 31%، لكن في الثانية كيف بدنا نحل؟ تابعوا معاي وركزوا منيح. هلأ عنا السيتوسين نسبتها 27% وهي تساوي نسبة الجوانين. فإذا نسبة السيتوسين زائد الجوانين قديش بدها تساوي؟ 27 زائد 27، واللي هي تساوي 54%. فهاي نسبة مين؟ سيتوسين وجوانين. هلأ نسبة أدينين زائد ثايمين قديش بدها تساوي؟ التنتين مع بعض تساوي 100% ناقص النسبة اللي طلعت معانا هون وهي 54%. فإذا نسبتهم التنين مع بعض راح تكون 46%. طب أنا بدي نسبة الثايمين لحال، بقسم على 2 لحتى أطلع نسبة الثايمين واللي بتساوي 23%.
فإذا نسبة الثايمين في القطعة الأولى حتكون أعلى من القطعة الثانية. طبعا برضو هذا الحكي احنا تطرقنا له بالأول ثانوي وشفنا كيف بدي أطلع النسب المئوية. سؤال إضافي، في عينة دي أن إيه وجد أن نسبة القاعدة النيتروجيني أدينين 33%، بسجل المعطيات، كم نسبة السيتوسين؟ إذا شو المطلوب؟ السيتوسين. كيف بدي أحل هذا الحكي؟ نفس الشيء، هلا أنا عندي مقابل كل أدينين في ثايمين، مقابل كل سيتوسين في جوانين. هلا طالما عندي 33% أدينين، معناته الثايمين رح يكون 33%، كل العينة مع بعض بعتبرها 100%، تمام؟ طيب هلا نسبة الأدينين زائد الثايمين تساوي 33 زائد 33 طبعا بالمية بالمية، ويساوي 66%، تمام؟ طيب هلا نسبة السيتوسين زائد الجوانين شو رح تساوي؟ 100% اللي هو كل القواعد النيتروجينية ناقص هاي النسبة اللي طلعت معانا اللي هي 66%، وتساوي 34%. هاي نسبة مين؟ سيتوسين وجوانين. طيب أنا بدي نسبة السيتوسين لحالها، شو رح أعمل؟ بقسم هذا الرقم على 2، فبطلع عندي نسبة السيتوسين تساوي 17%. فهمنا كيف الفكرة؟ طيب نيجي لسؤال بدمج بين نسبة وأرقام. النسبة المئوية للثايمين في جزيء دي ان اي يتألف من 400 نيوكليوتيد، منها 100 قاعدة نيتروجينية اجوانين. تعالوا نشوف كيف بدي احلل هذا السؤال. هلا اول اشي عندي كل القواعد النيتروجينية 400 قاعدة، هذا كامل، تمام؟ 100 منهم عبارة عن اجوانين، تمام؟ كيف بدي احل هذا الاشي؟ هلا انا بدي نسبة، السؤال طالب مني نسبة، طالب مني نسبة الثايمين قد ايه؟ هاي المعطيات، تمام؟ خلينا نشوف كيف بدي احل هذا السؤال. هلا انا عندي 100% من القواعد هم عبارة عن 400 قاعدة، يعني كل القواعد عددهم 400، فمية بالمية قديش تساوي كعدد 400، كنسبة 100% قديش تساوي عدد 400. فهمنا كيف الفكرة؟ تمام. طيب هلا انا عندي عدد الجوانين يساوي 100، قديش يعني نسبتها المئوية؟ بضرب ضرب تبادلي، 100% ضرب 100 جوانين يساوي 400 قاعدة ضرب اكس، تمام. هلا هون على 400 وهون بنقسم على 400، صفرين مع صفرين المية بروحوا بصفي 100% على 4 وتساوي 25%. هاي قديش نسبة الجوانين، تمام؟ طالما قدرت أطلع نسبة الجوانين معناته بقدر أطلع نسبة الثايمين. كيف بقدر أطلعها؟ هلأ جوانين زائد سيتوسين يساوي 25% زائد 25% ويساوي 50%، تمام؟ هلأ بدي أطلع الثايمين شو بعمل؟ 100% ناقص 50% وتساوي 50%، وهاي نسبة أدينين زائد ثايمين. أنا بدي نسبة الثايمين لحالها بقسم على 2، نسبة الثايمين تساوي 25%. هلأ هاي لو أنا بدي أحل حل عادي، تمام؟ هلأ بإمكاني أنا أعرفها من السؤال، عندي 400 قاعدة كاملين منهم 100 جوانين، 100 جوانين يعني 100 سيتوسين، تمام؟ يعني هاي 200، هاي نص العينة راح سيتوسين وجوانين، فإذا النص الثاني حيكون أدينين وثايمين، فرح أعرف إنه الأدينين 100 والثايمين 100، فبالتالي كل واحدة فيهم ربع. هذا السؤال لهذا تحديدا قدرت أعرف من الأرقام بسهولة، لكن لو إجاني أرقام تانية مثل ما رح نشوف بسؤال الوزارة
فممكن اني احل حل عادي. طيب قبل ما نيجي لأسئلة الوزارة، خلينا نشوف أسئلة الكتاب على الحموض النووية. إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالحموض النووية في الخلايا حقيقية النواة: احتواء الار ان اي على القاعدة النيتروجينية يوراسيل، احتواء دي ان اي على يوراسيل، احتواء ار ان اي على ثايمين. تكون دي ان اي من سلسلة واحدة والار ان اي من سلسلتين لولبيتين. طبعا هنا بده العبارة الصحيحة، فحتكون هي الف، الار ان اي هو اللي بيحتوي على اليوراسيل. السؤال الثاني: احدى الاتية لا تعد جزءا من النيوكليوتايد اللي هو الجليسرول. طبعا ان الفوسفات قاعدة نيتروجينية والسكر هي من مكونات النيوكليوتايد. السؤال اللي بعده: بناء على دراستي موضوع الحموض النووية اجيب عن السؤالين، اصنف الحمض النووي في الشكل الى دي ان اي او ار ان اي. طبعا هون في عنا سلسلة واحدة، فاذا هو عبارة عن الار ان اي. والدليل الثاني على انه ار ان اي وجود اليوراسيل بدل الثايمين. باء من السؤال: ما نسبة السيتوسين في قطعة دي ان اي اذا كانت نسبة الجوانين فيها 42؟ انا بعرف ان نسبة السيتوسين تساوي نسبة الجوانين، فاذا هي تساوي 42%. وهاي تركب الاسئلة كتير مرات، ممكن الواحد خلص نتعود انه يطلب القسم الثاني من القواعد النيتروجينية فيصير يجمع ويطرح وكذا، بس هنا هي الاجابة نفسها. نيجي هلأ لسؤال الوزارة 2023. هنا برضو عنا ميكس بين اعداد ونسب، واحنا بالاسئلة بنحل يا اما عدد يا اما نسب، لما يصيروا مع بعض ممكن الواحد تختلط عليه الأمور شوي. طيب خلينا نشوف كيف أنا بدي أحلل هذا السؤال. حلل باحث عينة دي أن إيه مكونة من 850 نيوكليوتايد، فإذا 100% من النيوكليوتيدات هي نفسها 850 نيوكليوتايد أو قاعدة نيتروجينية، تمام؟ فوجد أن نسبة النيوكليوتيدات التي يدخل الأدينين في تركيبها في هذه العينة هي 20%، فإذا هون نسبة الأدينين 20% مع عدد النيوكليوتيدات التي يدخل السيتوسين في تركيبها، بده عدد سيتوسين، تمام؟ عشان أعرف عدد السيتوسين لازم أعرف نسبة الأدينين هاي قديش تساوي كعدد، فشو بدنا نعمل؟ ضرب تبادلي. 100% ضرب X تساوي 850 ضرب 20%. هنا نقسم على 100% وهنا بنقسم على 100%، منشيل بالمية نسبة، نشيل صفر من هون صفر من هون صفر من هون وصفر من هون، طبعا هدول بروحوا. هلأ بصفي عنا عدد الأدينين يساوي 2 ضرب 85 واللي هي 170، فإذا هاي عدد مين؟ عدد الأدينين. طيب هلأ عدد الأدينين يساوي عدد الثايمين ويساوي 170، عدد التنين مع بعض عدد أدينين زائد ثايمين يساوي 170 زائد 170 ويساوي 340. طيب هلأ عدد سيتوسين زائد جوانين شو يساوي؟ يساوي 850 اللي هو العدد الكلي ناقص 340 اللي طلع معانا ويساوي 510. هلأ بده عدد السيتوسين لحاله نقسم على 2255 والإجابة هي جيم. مش عارفة ليش الدائرة رايحة يمين، بس الإجابة هي جيم 255، تمام؟ وهيك بنكون خلصنا درس المركبات العضوية الحيوية. هلأ بدنا نيجي لأسئلة كتاب الطالب على هذا الدرس. طبعا في عنا أسئلة للتفكير سؤالين، فراح نجاوبهم، وبهيك بنكون غطينا كل إشي عن درس المركبات العضوية الحيوية. أول إشي نيجي لتعرف السكريات المتعددة المكونة للنشا. تعمل النباتات على تخزين الجلوكوز في النشا الذي يتكون من أميلوز على شكل سلاسل غير متفرعة من الجلوكوز،
وأميلوبكتين على شكل سلاسل من الجلوكوز متفرعة في بعض المواقع. بنتذكر إنه نسبة الأميلوز زائد نسبة الأميلوبكتين التنتين مع بعض بيساوي 100%. تمام؟ هلأ هون بيعطينا أمثلة على نباتات ونسبة الأميلوز ونسبة الأميلوبكتين. طبعا مثل ما شايفين إنه لو جمعت نسبة الأميلوز زائد نسبة الأميلوبكتين كلياته رح يعطيني 100%. تمام؟ طيب خلينا نشوف الأسئلة على هذا الجزء. احسب متوسط النسب المئوية للأميلوبكتين في النباتات الوارد ذكرها في الجدول. كيف بدي احسب متوسط النسبة المئوية؟ بدي اجمع كل الأميلوبكتين واقسم على عددهم اللي هو 4، فبحط 74 زائد 77 زائد 76 زائد 83% تقسيم 4 بيطلع معانا الجواب 77.5%. تمام؟ طيب اي نوعي السكريات المتعددة نسبته اعلى في النشا المخزن في النباتات، الأميلوز ولا الأميلوبكتين؟ طبعا مثل ما شفنا بالجدول ومثل ما درسنا انه كانت نسبة الأميلوبكتين هي الأعلى، وإذا بتتذكروا حكينا انه نسبة الأميلوبكتين من 70 لـ80%، اما الأميلوز فنسبته من 20 لـ30%. طيب ما النسبة المئوية للأميلوز في نشا الأرز إذا بلغت نسبة الأميلوبكتين في 79%؟ فكيف منحل؟ 100% ناقص 79% ويساوي 21%. تمام؟ طيب بناء على معلوماتي عن تركيب كل من الأميلوز والأميلوبكتين وعمل الإنزيمات الهاضمة، أيهما أسرع تحولا إلى وحدات أصغر مفسرا إجابتي؟ طبعا هون إحنا الإنزيمات الهاضمة أخذناها بالأول ثانوي، ورح يمر معانا شوية إنزيمات في الدرس القادم، لكن مين اللي رح يكون أسرع تحوله لوحدات أصغر؟ طبعا إحنا بنعرف إنه الوحدات الأصغر للأميلوز والأميلوبكتين هو الجلوكوز، فمين اللي رح يكون عمله أسرع؟ خلينا نتذكر مع بعض الأميلوز والأميلوبكتين. التنين بتكونوا من سكريات متعددة، والتنين الوحدة البنائية إلهم هي الجلوكوز. تمام؟ لكن الأميلوز بتكون من سلاسل غير متفرعة، أما الأميلوبكتين فبتكون السلاسل متفرعة في بعض المواقع. الأميلوبكتين فياته شوية تفرعات، فهاي التفرعات بتخلي وجود مساحة سطح أكبر للإنزيمات الهضمة إنها تشتغل، بدل ما تيجي على السلسلة. يعني هاي في عنا هاي السلسلة وتيجي تشتغل على هذا الجزء تخلص منه بعدين على اللي بعده بعدين على اللي بعده، لا، في الأميلوبكتين في عندي هاي السلسلة وفيها شوية تفرعات، فبتشتغل هون وهون وبتشتغل هون، شايفين في أكتر من مكان لتشتغل فيه. فإذا مين اللي رح يكون أسرع؟ اللي هو الأميلوبكتين. طيب اللي بعده، أتنبأ أي المادتين الغذائيتين الآتيتين أسرع في تحرير الطاقة المختزنة فيها عند تناولها، القمح أم البطاطا؟ طبعا هون بدنا نتطلع على مين؟ على قديش نسبة الأميلوبكتين. نفس مبدأ السؤال اللي قبله، الأميلوبكتين فياته تفرعات، فهاي التفرعات بتوفر مساحة سطح أكبر للإنزيمات إنها تشتغل. طيب بدي أتطلع على القمح والبطاطا. القمح نسبة الأميلوبكتين فياته 74%، البطاطا 83%، هدول موجودين في الجدول، هو بالصفحة اللي قبليها. تمام؟ فأنتوا قدامكم المفروض الكتاب فبتعرفوا عن إيش بنحكي. فمين اللي حيكون سرعة تحرير الطاقة المختزنة فيه أكتر، يعني هضمه أسرع؟ مين حيكون اللي فياته نسبة أميلوبكتين أكتر، واللي هو حيكون في هاي الحالة البطاطا. تمام؟ طبعا في عنا سؤال أخير اللي هو أتواصل أناقش زملائي وزميلاتي في النتائج التي توصلت إليها، يعني هذا أكيد نقاش. تمام؟ نيجي لأسئلة التفكير الثانية، العلاقة بين الكوليسترول والأمراض القلبية الوعائية. المعلومات الواردة هون طبعا إحنا بدنا نكون حافظينها لأنه ممكن يجينا سؤال، وإذا شفتوا أسئلة الوزارة على هاي السنة كان في أسئلة من هون، يعني مش من هذا الدرس، من دروس تانية، لكن في أسئلة من هذا المحتوى، فهذا مطلوب منا زيه زي غيره، والإثراء والتوسع برضه مطلوبين. طيب
هلأ العلاقة بين الكوليسترول والأمراض القلبية بيحكي لنا إنه في عنا نوعين من البروتينات الدهنية، بروتينات ودهون، تمام؟ في عنا البروتين الدهني ذو الكثافة المنخفضة اللي هو ال LDL. هذا ال LDL بينقل الكوليسترول من الكبد للدم. هلأ الأصل بالكوليسترول إنه يروح من الدم للكبد لحتى يصير عنا عمليات أيض ويتم إخراجه من الجسم، تمام؟ لكن لما ينتقل من الكبد للدم عم بتجمع عندي دهون في الأوعية الدموية، فهذا الإشي اللي بسبب الأمراض. فمين اللي بيعمل هذا الحكي؟ ال LDL. فهذا الكوليسترول اللي بينتقل من الكبد للدم بنسميه كوليسترول ضار. في عنا بروتين تاني، بروتين دهني ذو كثافة مرتفعة اسمه ال HDL High Density Lipoprotein. هذا البروتين بينقل الكوليسترول من أنسجة الجسم للكبد، فهذا اسمه الكوليسترول النافع، تمام؟ هلأ مستوى الكوليسترول الكلي هو عبارة عن مجموع ال HDL وال LDL، تمام؟ وفي عنا مركبات كوليسترول تانية مجموعهم مع بعض، هاد بيعطيني المؤشر لمستوى الكوليسترول الكلي في الدم. لما يرتفع مستوى الكوليسترول الكلي ويرتفع مستوى ال LDL تحديدا، فهذا الحكي أثبت طبيا أنه في صلة بين زيادة الكوليسترول الكلي وال LDL وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهنا في عنا الرسم البياني اللي بيمثل لنا نتائج دراسة صارت في المركز الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هاي الدراسة شملت مستوى ال LDL الضار ل 27939 امرأة من العايشين في ولاية معينة، تمام؟ طبعا تم ضبط العوامل التانية اللي ممكن تأثر على أمراض القلب والأوعية الدموية لحتى يشوفوا شو أثر نسبة الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL على هدول النساء. وطبعا تابعوهم لمدة 8 سنوات تقريبا، تمام؟ ففي هاي الأثناء خلال الثمان سنوات بالتشارت هاد أو الرسم البياني شوفوا قديش نسبة، كل ما زاد نسبة ال LDL كل ما زادت حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل انسداد الشرايين التاجية، فبالتالي تسببت بحالة وفاة. فإذا كل ما زادت نسبة ال LDL بنلاحظ إنه الخطورة ونسبة الوفيات ونسبة الإصابة بانسداد الشرايين التاجية وحالة الوفاة بسببها عم بتزيد. فإذا العلاقة هون شو مالها؟ علاقة طردية. نيجي للأسئلة، هل توجد علاقة بين زيادة خطر الإصابة بمرض قلبي وعائي ومستوى الكوليسترول الضار في الدم؟ طبعا مثل ما حكينا إنه في علاقة طردية حسب الرسم البياني الموضح في الشكل. هل يمكن القول أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ طبعا هنا في الدراسة ما في أي حكي عن النوبات القلبية، هم بس بيحكوا عن انسداد الشرايين التاجية، فإذا ما في حسب البيانات. وهيك بنكون حلينا أسئلة كتاب الأنشطة وحلينا أسئلة كتاب الطالب. طبعا هنا خطأ مطبعي، هو كتاب الأنشطة وليس كتاب الطالب. فبهيك بنكون خلصنا كتاب الأنشطة وخلصنا كتاب الطالب، خلصنا كل إشي متعلق في المركبات العضوية الحيوية. إذا كان في عندكم أي سؤال على الدرس كامل اتركوا لي إياه تحت في التعليقات أسفل الفيديو لحتى أجاوبكم عنه، وإذا بتحبوا تتواصلوا على وسائل التواصل الاجتماعي راح أدرك لكم إياهم تحت في الديسكريبشن، تقدروا تتواصلوا على الفيسبوك أو الإنستجرام بأي وقت، بعتوا لي أسئلتكم وجاوبكم عليها. هيك بنكون حلينا أسئلة الوزارة على هذا الدرس، بنكون حلينا أسئلة خارجية ممكن إنها تيجي في امتحانات الوزارة. لا تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد، واعملوا لايك للفيديو لحتى تدعموا هذا الفيديو ويوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب. بشوفكم بالفيديو الجاي، يعطيكم العافية، باي باي.